سعداء باش نستضيفوا معنا في مراكش الرياضيه سي طه تفنوتي المدير التقني ديال النادي الملكي للتنس بمدينه مراكش. قبل ما نخوضوا يعني في هذا الحوار في بعض الاسئله يعني نبغيو يعني نبدا على التاريخ ديالك سواء الرياضي او الاكاديميه سي طه. مرحبا، بعدا كنشكركم على التقدم ديالكم اللي جيتوا عندنا للكلوب رويال تنس ديال مراكش. بالمناسبة أنا هو المدير التقني ديال النادي، كنت لاعب سيركوي بروفيسيونيل، من بعد مشيت لفرنسا دوزت لي ديبلوم ديالي وخدمت تماك، والحمد لله رجعت العام اللي فات باش نحاولوا نطوروا في البلاد ديالنا ونجيبوا شي حاجه جديده اللي بوتيت ما لقيناهاش حنا فاش كنا صغار، ونعاونوا الدراري ديال النادي ديالنا. سي طه، يعني التنس نادي التنس الملكي بمراكش مقبل على تظاهره اللي هي دوليه وعندها قيمه كبيره اللي غتجمع يعني ما بين المنتخب الوطني المغربي في اطار كوب ديفيس ضد نظيره المنتخب الدنماركي، وحنا كما بلغ العلم ديالنا على انك يعني مساعد عميد فريق المهدي الطائري ديال المنتخب الوطني. بالنسبه لكم يعني تقنيا كيفاش كتشوف حظوظ المنتخب الوطني، كيفاش كتشوف يعني اللاعبين الدنماركيين، واش كاين حظوظ باش نتاهلوا يعني كمنتخب المجموعه الاولى ان شاء الله؟ يعني بغينا توصل يعني للجمهور يعني الصوره العامه اللي عايشها المنتخب الوطني الان قبل ما يدخل الغمار يوم السبت ان شاء الله ديال كوب ديفيس. بالمناسبه منين الفريق الوطني لعب هنا في مراكش في النادي عندنا، اتصل بيا مهدي الطاهري وقال لي نكون المساعد ديالو باش نحاولوا ان شاء الله نعطيو واحد الاهميه اختصاصيه للفريق. كنخدموا الحمد لله، مشاو الدراري كيترينيو ديجا في برشلونه باش يبريباريو شويه في الدير باتو، جاو نهار الجمعه، ومن نهار الجمعه الحمد لله خدامين معاهم باش ان شاء الله يكونوا في المستوى هذا السبت والاحد. دوكو انا بالنسبه ليا تقنيا الدراري الحمد لله مترينين مزيان اون فورم. لامين وهاب اللي ديما حاضر معنا وما عمرو خطا على المنتخب. عندنا اليوت بن شتريت الرقم واحد ديال المغرب اللي جا مع المنتخب هذا العام، هذا لاعب بالمستوى، عنده اختباريه في شويه في لي غران شلام، لعب لي كاليف كان 200 اي تي بي، والحمد لله ترينا مزيان وبريبارا مزيان و اون سو سون تري بيان الحمد لله. لاعبين عندنا في المغرب وفي التير باتو راه ما خصهاش تفوت كي كنقولوا ان شاء الله. طه، بالنسبه لك يعني مدير تقني يعني شاب عندك طموح، كيف قلتي عندك واحد الباجاج اللي جبتيه معك يعني من فرنسا من الاكسبيرونس ديالك، يعني اشنايا النظره والبرنامج ديالك اللي وضعتي وغتمشي فيه ان شاء الله يعني باش كيف كنقول يتنفع معك يعني التنس الملكي واللاعبين كذلك سواء على صعيد مدينه مراكش او المغرب بصفه عامه؟ انا دخلت من فرنسا كي قلنا العام اللي فات، اول حاجه قمت بها هو مده شهرين ولا 3 شهور غير كنحاول ناناليزي السيستم ديال الكلوب، الاكاديمي كيفاش خدامه. دوكو من بعد درت ان بيلون ديالي، منو بديت اول حاجه هي لا فورماسيون ديال لي زونترينور، هي نحاولوا نقيسوا شويه الطبقات المجتمع الاخرى اللي الناس كيتخوفوا شويه من التنس، كيمشيو بزاف للفوت ولا الهوند ولا هذا، كنحاولوا نجروا شويه ولاد الشعب كي كنقولوا. دوك غادي نحاولوا نديروا شي مظاهره ان شاء الله عاوتاني، نخرجوا على برا ونحاولوا نمشيو للاحياء الشعبيه نديروا مظاهرات بوبليسيتي ونحاولوا نجروا الدراري ان شاء الله. الحمد لله عندنا اكاديمي كبيره، راه ليكول دو تينيس عندنا فيها 300 طفل من الخمس سنين اربع سنين ونص حتى ل 15 عام، كتضمن اطفال من جميع طبقات المجتمع.
عاد عندنا ليكول ديال بيرفيكسيونمون اللي كتقام اللي عندهم 4 ساعات ديال لونترينمون تينيس و 4 سوايع اونترينمون فيزيك في السيمانه. عاد عندنا الجروب كومبيتيسيون اللي كيضم ليليت ديال الكلوب واللي الدراري كيشاركوا في لي تورنوا ناسيونو كيعيطوا عليهم المنتخب 14 عام 16 عام 18 عام. الحمد لله عندنا 5 دراري في المنتخب هذا العام هذا. اسمح لي يعني شنو الكاتيجوري اللي كاينين يعني في الكاتيجوري؟ عندنا لي موان دو 14 ans عندنا فيهم جوج وجوج في لي موان دو 16 ans. دونك دو كو الحمد لله هاد ولاد الكلوب وتفورماو عندنا في الكلوب وان شاء الله كنتمنوا ننفعوا بهم لقدام ويوصلوا مستوى اللي يشرف البلاد ديالنا. واحد السؤال يعني كل شيء فين ما كان اي اعلامي يعني تلاقى مع شي واحد ديال التنس كيقول لي واش غنشوفوا نقدروا نشوفوا عناوين نقدروا نشوفوا ارازين نقدروا نشوفوا العالمي، واش هذا السؤال نعاود نقدر نكرروا عليك طه يعني بالنظره ديالك التقنيه، واش كاين بوادر ديال الابطال هنا في التنس النادي الملكي التنس مراكش؟ هو بالنسبه نهضروا على الطالون، كاين الطالون الحمد لله، كاينين دراري كي عندهم ناتوريل مستوى كيوصلوا ليه افريقي بلا نقولوا فاسيلمون بلا والو. دابا اللي خاص الحمد لله راه لا فيديراسيون خدامه في هذا الشيء، غيتحل ان شاء الله بحال سونتر ناسيونال ونحاولوا نبداو حنا نفورميو لي جون ديالنا في لي كلوب، وديك الساعه اون فوا يكونوا ما بين الخمسه سته الاولين في لا كاتيجوري ديالهم في المغرب يحاولوا يمشيو للسونتر ناسيونال، وديك الساعه يتصاوب لهم بروغرام ديال التعليم. كنعرفوا بانه ما يمكنش تكون رياضي بروفيسيونيل وكتقرا من نقولوا من 8 ل 12 جو 6، دوكو غيتصاوب لهم ان شاء الله التعليم ديالهم بلي زونترينمون ديالهم مدربين في المستوى. وكنتمنوا ان شاء الله نصيفطوا حتى الدراري ديالنا من النادي هنايا ويكون خير ان شاء الله. سي طه اخر سؤال يعني وتقنيا ماشي كلشي غيكون لاعب مزيان، ماشي كلشي اي وحده غتكون لاعبه مزيانه او اي طفله، واش ما كتشوفوش تخلقوا يعني بارابور مع اللاعب يعني مسير يكون محناك اربيتر يكون محناك، يعني حتى لي زاربيط عندنا قلال في المغرب، ما كاينش دوك الحكام اللي كنشوفوا عندنا حكام او جوج اللي على الساحه الدوليه، ولكن انتم ما كتخدموش في هذا الاتجاه، يعني كنعرفوا لي زيكول تاع فرنسا ديال اللاعب اللي كيشافوا فيه يعني بعض النقائص يقدروا يحولوه يعني كيبقى لاعب في كره مثلا في التنس في نفس الرياضه اللي كيبغي ولكن باوبسيون واحده اخرى، حنا ما عندناش هذا الشيء، يا اما تلعب ما لعبتي صافي كتمشي كتقدر، واش انت ما مبادرش للدين ديالك في البرنامج ديالكم هذه الامور هذه؟ لا حنا الحمد لله حنا كنوجهوا الدراري، انا منهم، انا صليت كارير بروفيسيونيل ديالي راه وجهوني الناس اخرين اللي كانوا قبل مني باش نمشي ندوز لي ديبلوم ديالي على برا وباش نقدر نخدم في لاباسيون ديالي اللي كبر فيها من صغري. الحمد لله راه كاينين عندنا 5 ديال لي جون عندهم 19 عام دوزوا ديبلوم ديال لاربيتراج، كنحاولوا نوجهوهم لهذا الطريق هذا او ميم طون كيتبعوا قرايتهم وديك الساعه كيبقى لو شوا ديالهم هما. شكرا طه، وكنتمنى نكونوا يعني وصلنا بزاف تاع الافكار للمشاهد الكريم، شكرا مره اخرى والى لقاء قادم ان شاء الله باذن الله.